السلام عليكم. اليوم نتكلم على المشروع نتاع تحويل الحديد واللي يقع في مدينة بالقرب من مدينة عنابة، حيث أنه هذا المشروع كان ينتمي إلى مجمع حداد، وكان المشروع هذا بشراكة مع شركة دانييلي الإيطالية. ونشوف هنا في الصور هذه، نشوف الحالة تاع المشروع هذا اللي راه حابس منذ 2018، يعني تقريب 4 سنوات، وهو حابس يعني بسبب يعني لكل الشوائب القانونية اللي كانت تشوب هذا المشروع، واللي بسببها واحدة من الأسباب اللي دارت يعني كانت متابعات قضائية ضد شركة حداد، واللي كلف يعني إلى يومنا هذا المشروع هذا كلف ما لا يقل عن 80 مليون دولار. إذن في المعدات هذه اللي وضعتها شركة دانييلي في هذا المشروع، اللي نعاود نأكد أنه يتعلق بمشروع لتحويل الحديد، يعني سان برودوي كومبلكس سيديرورجيك الجيرو ايطاليا. واذا هذا المشروع يتربع على مساحة 135 هكتار، يعني مساحة كبيرة جدا، وكانت تابعة للقطاع الزراعي يعني للدومين اغريكول، ثم تم إعادة ترتيبها يعني رايتي دي كلاسي، وتم إنشاء هذا المشروع اللي راه حابس الآن، واللي هذه السنة هذه يعني بعد الاتفاقيات اللي تمت ما بين الجزائر وإيطاليا سوف يعاد يعني انطلاقه وإتمامه بعدما أصبح تابع لي يعني املاك الدوله، استرجعت الدوله يعني كل هذا المشروع هذا. وللعلم فانه هذا المشروع سوف يشغل عند الانتهاء به بحوالي 1500 عامل، اذا شيء يعني مشروع كبير، وهو يقع في منطقة برحال إذن بالقرب من مدينة عنابة. إذن هذا هو إن شاء الله المشروع هذا يكتمل وينضاف إلى النسيج الصناعي لمدينة عنابة أو لولاية عنابة، وخاصة وأنه يتخصص في ميدان تحويل الحديد، ويعني ليتكامل مع عندنا من عندنا يعني مصانع تحاديد، وعندنا مناجم تحاديد في الولايات القريبة يعني الجنوبية. إذا هذا مشروع هام جدا، إن شاء الله الدولة تعاود يعني تكمله، وإن شاء الله يكون فيها خير. والسلام عليكم.